حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد قال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح حسن وكيع حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن الجهمي بن ابي الجهمي عن ابن نيار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب الدنيا حتى تكون للكع يا ابن لكع حسن هاشم وحجاج قال حدثنا ليث يعني ابن سعد قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير ولم يشك عن خاله أبي بردة بن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف فقال ليس منا من غشنا فنيحي يحيى بن اسحاق قال اخبرنا ابن لهيعه عن بكير بن عبد الله قال قال سليمان لعبد الرحمن بن جابر حدث فحدث عن ابي برده بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله عز وجل حدثنا أبو سلمة الخزاعي. حدثنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. وكان ليث حدثناه ببغداد عن يزيد بن أبي حبيب. عن بكير عن سليمان فلما كنا بمصر أخبرنا بكير بن عبد الله بن الأشج. حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن وائل عن جميع بن عمير عن خاله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده. حدثنا أبو نعيمين: حدثنا الوليد يعني ابن عبد الله بن جميع قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال: أقبلت أنا وزيد بن حساء بيننا ابن رمانة مولى عبد العزيز بن مروانة قد نصبنا له ايديا فهو متكئ عليها داخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى ابن نيار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبي بكر: «إئتيني فأتاه فقال: رأيت ابن رمانة بينكما يتوكأ عليك وعلى زيد بن حساء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لم تذهب الدنيا حتى تكون عند لُكع يا ابن لُكع